اهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد في برنامج ريكاب سيا. اليوم باش تكون اول حلقه في الموسم الرابع، باش نعاودو نرجعو مع بعضنا الحلقات الدوريه، نعملو فيها ريكاب لاخبار النادي الافريقي ومتابعه لجميع الفروع كما تعودنا توا ثلاث المواسم الاخيره. دونك بالنسبه اللي تبع فينا اول مره، جوست تعريف بمحتوى البرنامج، دونك عباره على حلقات دوريه نعملو فيها ريكاب، نحاولو نستعرضوا الاخبار الاخيره والحينيه، دونك فرع كره القدم، الهوند، السله، الفولي، دونك كل الفروع، دونك برامج ونتائج مباريات والترتيب وكل ما يهم النادي الافريقي. لهذا ما عليكم كان تشتركوا في قناتنا وتفعلوا لي نوتيفيكاسيون باش تتبعوا اول باول اخبار الجمعيه وزاد النقل المباشر للمباريات. نبدأ أخبارنا اليوم بكرة السلة، والحقيقة فرع السلة سنة رجع بالحق فرع الشيخة كما كان قبل بعد المواسم الأخيرة اللي كان ترجع فيها بصفة كبيرة، لكن في الموسم هذا قاعد يعمل في نتائج ممتازة، بما أنه مع انتهاء مرحلة الذهاب هو في طلعة الترتيب بعد 9 انتصارات من 9 مباريات. دونك البارح كنا تعرفنا على الترتيب النهائي لمرحلة الذهاب بعد لعبة الزوز مباريات المتأخرة واللي كان انتصرت فيها الدالية الرياضية على حساب شبيبة المنازة 88-64، والزهرة الرياضية كانت انتصرت على حساب النجم الراتسي 69-67، وبالتالي الترتيب النهائي باش يكون كالآتي. دونك في المرتبة الأولى نادي الإفريقي عنده 18 نقطة، المرتبة الثانية نجم الساحلي 16 نقطة، اتحاد المنستيري المرتبة الثالثة 15 نقطة، المرتبة الرابعة الملعب النابلي 15 نقطة، المرتبة الخامسة النجم الراتسي 14 نقطة، المرتبة السادسة الزهرة الرياضية 14 نقطة، الدالي الرياضي ب 13 نقطة في المرتبة السابعة، شبيبة قيروان في المرتبة الثامنة ب 11 نقطة، المرتبة التاسعة شبيبة المنازة 10 نقاط، والمرتبة العاشرة والأخيرة اتحاد أنصار ب 8 نقاط. بالنسبة لنظام البطولة السنة، دونك الستة الأولانيين باش يترشحوا للبلاي أوف والأربعة الأخرين باش يلعبوا البلاي أوت. دونك إن شاء الله النادي الإفريقي السنة حاضر كيما يلفو، دونك باش ينافس على كل الألقاب الممكنة، ولو أن رئيس الجامعة الحقيقة جامعة كرة السلة كان حرمنا من تتويج بالسوبر كوب اللي كانت برمجة نهار 4 نوفمبر اللي تعدى في باريس ضد اتحاد المنستيري بعد اتخاذ قرار وحده دون تنسيق مع الأندية على الأقل مع النادي الإفريقي، وقام بتأجيل المباراة قبل أسبوع من الموعد بتعلة تربص المنتخب الوطني. مادامنا نحكو على المنتخب، دونك البارح الناخب الوطني كان أعلن على قائمة الملاعبية اللي باش يشاركوا في تربص نهار 6 نوفمبر، والقائمة فيها 3 ملاعبية من النادي الإفريقي وهم أمان الله الجيزاني، جوهر الجوادي، وهيثم سعادة. في كرة اليد كابر كانت لعبت أولت البارح مباراة متأخرة لحساب الجولة الثانية ذهاب، واللي كان انتصر فيها النادي الإفريقي خارج الميدان على حساب سبورتينغ الموكنين 26-27. وفي مباراة ثانية تلعبت في نفس النهار انتصر ترجي بتونس على حساب مكرم المهدية 22-26. باش يولي عنا الترتيب التالي، دونك المرتبة الأولى النجم الساحلي 23 نقطة منقوص من مباراة، المرتبة الثانية ساقيت الزيت ب 22 نقطة منقوصة زادة من مباراة، المرتبة الثالثة نصرة بولبا 17 نقطة ومنقوص من مباراة، سبورتينغ الموكلين المرتبة الرابعة 16 نقطة وكان لعب مباريات الكل، المرتبة الخامسة النادي الإفريقي ب 13 نقطة ومنقوص من 4 مباريات، بعث بن خيار المرتبة السادسة 13 نقطة منقوص من 2 مباريات، المرتبة السابعة مكارم المهدية 12 نقطة منقوص من مباراة، 8 النادي الهلالي ب 12 نقطة منقوص من 2 مباريات، المرتبة التاسعة نادي قصور السيف 10 نقاط منقوص من 2 مباريات، المرتبة العاشرة ترجي بتونس 9 نقاط منقوص من 6 مباريات، المرتبة 11 نادي جمال 9 نقاط منقوص من 2 مباريات، والمرتبة الأخيرة لجمعية الحمامات ب 4 نقاط ومنقوصة من 4 مباريات. نبقوا في نفس الاختصاص، لكن المرة هذه نحكوا على الكبريات اللي حد الآن جولة وحيدة كانت لعبت في البطولة نهار 16 أكتوبر من بعد حبسة البطولة من جديد بسبب التزامات المنتخب الوطني. دونك في الجولة الأولى النادي الإفريقي على مستوى الكبريات كان انتصر على حساب الجمعية النسائية بالمهدية 24-23، وفي صنف الصغريات كان خسر أمام نفس المنافس 21-30. يقول القائل علاش نحكوا على الصغريات؟ لأنه نظام البطولة السنة
كما قلت عم ناول بالضبط تتحسب فيه نتيجة الصغريات مع الكبريات مع بعضهم. دونك كيفاش يتم هذا؟ في الكبريات الانتصار يسوى 3 نقاط، التعادل 2 نقاط، والهزيمة نقطة. باركونتر في الصغريات الانتصار 2 نقاط، التعادل نقطة، والهزيمة 0 نقطة. يعني مثلا كبريات نادي افريقي كانوا انتصروا دونك عندهم 3 نقاط، والصغريات كانوا انهزموا عندهم 0 نقطة، دونك المجموع 3. مثلا كان ربحوا 2 راهو عندنا 5 نقاط. النظام هذا كان تعمل اول تعمناول، واللوجيك متاع الجامعة هو دفع الأندية باش تعطي أهمية أكبر لصنف الصغريات، بما أنه عنه دونك ولا توكيل النتيجة متاع الصغريات عنده امباكت على نتائج الكبريات. دونك تلفاصون جامعيات يكونوا مجبور عليهم أنهم يعطوا اهتمام أكثر بالفرع متاع الصغريات. دونك نعطيكم الترتيب بعد الجولة الأولى. دونك النادي الرياضة النسائية بالمقنين 5 نقاط في المرتبة الأولى، المرتبة الثانية جمعية نسائية بمنزل تميم كيف 5 نقاط، المرتبة الثالثة المنزه الرياضي 5 نقاط، المرتبة الرابعة جمعية نسائية بالمهدية 3 نقاط، المرتبة الخامسة أمل الرجيش 3 نقاط، المرتبة السادسة النادي الإفريقي 3 نقاط، المرتبة السابعة العهد الرياضي برأس الجبل 3 نقاط، المرتبة الثامنة الجمعية النسائية بتبولبا نقطة واحدة، المرتبة التاسعة الجمعية النسائية بزغوان كيف النقطة، المرتبة العاشرة برتقال منزل بوزلفة نقطة، والمرتبة 11 الأولمبي القفصي والجمعية النسائية بالساحل مازالوا ما لعبوش إلى حد الآن. بالنسبة للكرة الطائرة كبريات للأسف وفي كل موسم عندنا صعوبة كبيرة برشا على مستوى التحصل على المعلومة، ما فما حتى مصدر المعلومة باش نتبعوا المباريات والترتيب، لهذا نختصروا كان على نتائج الفرع متاعنا فرع الكبريات في انتظار أنه نلقاوش أكثر معلومات إن شاء الله. بالنسبة للبطولة السنة لعبت 2 جولات لحد الآن، كانت تصر فيهم النادي الإفريقي على حساب حمام الشط واتحاد قرطاج بنفس النتيجة 3-0. في كرة القدم دونك نادي الإفريقي بعد الرجاع اليوم الصباح لتونس بنقطة ثمينة من تنزانيا بعد تعادل أمام يونغ أفريكانز 0-0، دونك غدوة يرجع للتمارين استعدادا لمباراة الإياب الحاسمة اللي باش تلعب نهار الأربعاء 9 نوفمبر في ملعب رادس انطلاقا من الساعة 5 ظهرا. دونك مجموعة نادي الإفريقي بتشهد انضمام 4 ملاعبية كانوا تغيبوا على مباراة الذهاب، وهم شهاب العبيدي، أدم الطاوس، أدم قرب، وعلي العمري. بالنسبة للمنافس دونك يانغ أفريكانز كانوا نورمالمون يخطوا اليوم التونس، دونك وإحنا إن شاء الله في الحلقة القادمة نرجع بأكثر تفاصيل على استعدادات النادي الإفريقي والتشكيل المحتملة والنقل التلفزي. فوالا هكا نكون وصلنا لاخر حلقتنا اليوم، ان شاء الله نرجع مع بعضنا في ريكاب جديد، وديسي لا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتشغلوا لي نوتيفيكاسيون باش تتبعوا اول باول اخبار النادي الافريقي والنقل المباشر للمباريات، وبطبيعة ما تنسوش الموقع الرسمي نتاعنا وصفحة رسمية clubist.net على الفيسبوك، عليها فيها كل الاخبار، دونك على ذمتكم ويلتقاو فيها كل التفاصيل الخاصة بالنادي. شكرا المتابعة، الى اللقاء.